الإيميل ده لازم نبعته للشركة الدولية. كويس أوي. يبقى اديني خبر أول ما يرد عليك. أوكي. استني يا نور. عايز أخذ رأيك في موضوع. خير. بفكر عين عمرو هنا معانا في الشركة. عمرو مين؟ ابن أختي أمينة. اللي أنقذ حياتي من الرصاصة بتاعت الكلب مسعود. هو طبعا يستاهل منك انك ترد له الجميل، بس مش عارفه ليه بحسه كده انه مزعج شويه، وبصراحه خايفه يضايقنا في الشغل. سالت عليه قالوا لي انه محاسب كويس، بيتهيألي جالنا في الوقت المناسب. طب خلاص خلينا نشغله ونحطه تحت عينينا. في ايه؟ ايه بس يا حسين؟ ايه؟ تعرفي انك حلوه قوي النهارده. يو بقى يا حسين مش في الشغل. مش ضامن اصبر لحد ما نخلص الشغل. خلاص بقى يا حسين. يو بقى يا حسين. تعرفي انك كنت وحشاني قوي. مش هينفع اكتر من كده. الباب ده مش ليه مفتاح؟ خلاص هقفله بنفسي. يا حسين انت كنت خارج ولا ايه يا حسين؟ ايوه مستر حسين كان عنده اجتماع بره الشركه. عموما انا مش هاخرك كتير، هي ربع ساعه بس. اتفضلي. عن اذنكم. باي نور. نورتينا يا هان. هي كانت جايه لك ليه؟ ومالك خايفه كده؟ ده انا قلبي وقع لما لقيتها داخله علينا فجأه كده. عندك حق والله. جت في وقت مش مناسب خالص. عشان تسمع كلامي المرة الجاية لما أقولك بلاش الحركات دي في الشغل. ما تقلقيش، منى كانت جاية تقولي إن في عريس متقدم لمريم. والله؟ طب مبروك. مين؟ كريم عبود ابن أخو قاسم عبود الله يرحمه. كان ليا شغل معاه قبل ما يموت.